يا دكتور واتساب. ها في ايه؟ لا لا ولا حاجه. عايز اعمل مع حضرتك انا حاجه جامده قوي قوي. يلا اوكي يلا يلا بقى يلا اوكي. اكتر من كده جامده ايه؟ هنحط المات هنا بتاعت الشوط الحسن دي الكوبايات. بس حلوه قوي اللعبه دي هايله. حضرتك دلوقتي هتعمل بقى كل حاجه معايا. اوكي اوكي هطلع من جيبي هنا كوتشينه وهنحطها هنا مقفوله. يا ريت كلوز على السجاده. وفي هنا ورق شفاف وعليه ورق الكوتشينه مظبوط. تمام. انا هحط لحضرتك هنا الورق 1 2 3 4 5 6 7 8. اللعبه دي هنعملها بطريقه غريبه جدا. تمام. من غير ما اتكلم ومن غير ما اقول اي حاجه حضرتك هتختار كارت. تحت هنا في الكارو وبعد كده في القلب الاسود والقلب الاحمر والايه والطفل. تمام. حضرتك هتفكر في كارت وهتشيل الورق اللي موجود فيه الكارت بتاع حضرتك. تمام. يبقى هنا فاضل ايه؟ الحاجة اللذيذة في اللعبة دي بعد اذنك دول. اوكي هنحطهم هنا. حضرتك دلوقتي اخترت الكارت مظبوط؟ في كوتشينة ورا حضرتك هنا. هتفتحها وتطلع الكارت اللي حضرتك فكرت فيه. أنا مش عايز أشوفه برضو. وتحطه على الترابيزة. بس تحطه متغطي. تمام. اه هتقدر. اوكي انا ما اعرفش الكارت ايه. لا مستحيل اعرفه. لان حضرتك اخترته من هنا وطلعته من هنا وحطيته هنا. في كوتشينه هنا عندنا لونها ايه؟ لونها زرقاء. تمام. هنشيل الشوكر نحطه هنا وحفرد الكوتشينه على الترابيزه. شايف حضرتك؟ في حاجه غريبه هنا. هنفتح في كارت محطوط عكس الكوتشينه كلها. العشره مش كارو. والحاجه غريبة ان الكارت ده احمر زي اللي حضرتك اخترته بالظبط. ازاي حاجة زي كده؟ اولا الكوتشينة لونها ايه؟ لونها ايه؟ الكوتشينة اللي انا فردتها لونها ايه؟ لا هي الكوتشينة لونها احمر اصلا وحضرتك ما خدتش بالك منها من البداية خالص. برافو برافو. كاس هو الموضوع سهل كده ولا الواحد مستصعبه ولا هو الموضوع هو مش سهل. مش سهل. لا ده في يعني الحقيقه في حاجات الواحد ما بقاش يعرف. يعني انا مندهش.